ده يخليني افتح معاك حوار يهمنا هنا في الكره، كره القدم المصريه. كنادي استون فيلا، وهو نادي او واحد من الانديه الكبيره في الكره الانجليزيه، لما تحب تشوف لاعب او تضم لاعب من القاره الافريقيه او من الوطن العربي او من مصر، تحب يكون صغير السن ولا تحب يكون لاعب لديه خبرات وكبير السن؟ ايهما تفضلون، هذا اللاعب الصغير السن ام الذي لديه خبرات؟ هذه الرؤية تماما. ده دور محوري ومهم جدا في رؤيتنا، وان احنا بنحاول نأسس دلوقتي اكاديميتنا في التابعة لأستون فيلا في مصر، وان احنا نكتشف المواهب ونعطيهم الفرصة نكتشف لاعبي على اعلى مستوى، ونحاول نفتح لهم الطريق من القاهرة، وإن هم ليهم الفرصة اللي يسافروا لإنجلترا، وإن هم يعيشوا فترة معايشة في نادي محترف. طبعا لدينا عديد من اللعيبة اللي هو تحت 17 سنة زي هيثم، ولدينا بالنظام عديد من اللعيبة المصريين. هي مش من السهل ان اللعيبة يجوا من افريقيا وينتقلوا لاوروبا، صعب جدا ان هم يتأقلموا، خصوصا في بعض الادوار والدوريات اللي هم يقدروا يتعايشوا فيها في اسبانيا وما الى ذلك، في الدوريات التي تلائم او تقارب لعب الدوري المصري، لكن الرحلة دائما تكون محفوفة بالمخاطر لهؤلاء الشباب لينتقلوا من افريقيا الى اوروبا.